اسمع. معاكم المهندس عبد الرحمن عبد الله الجراح الحمادي، رئيس وحدة ضمان وضبط جودة مشاريع البنية التحتية. لدي 15 سنة خبرة، منها 10 سنوات هنا في وزارة الطاقة والبنية التحتية. اشتغلت لأكثر من إدارة في الوزارة، وكانت بدايتي في المنطقة الشرقية مهندس تنفيذ، ونفذت العديد من المشاريع خلال هذه الفترة. على سبيل المثال روضة دبة، مشروع ساف السكني، مشروع محكمة خرفكان وغيرها من المشاريع، وانتقلت من مهندس تنفيذ إلى مدير مشروع إلى مهندس جودة، وحاليا رئيس وحدة ضبط الجودة. ومن خلال عملي كمهندس جودة مررت بالعديد من التحديات. التحدي الأول هو تقبل فريق عمل المشروع لوجود مهندس جودة خارجي، فتغلبت على هذا التحدي وبإقناعهم بأن ما نقبه من تقارير هو لمصلحة المشروع، فتم ذلك. التحدي الثاني هو إلمام مهندس الجودة بجميع التفاصيل الفنية والإدارية للمشروع، والحمد لله من خلال خبرتي في الوزارة وخارجها قدرت أتغلب على هذا التحدي بسهولة ويسر. بالختام، البصمة اللي حاب أضيفها في الوزارة هو البحث عن أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة في المشاريع، بحيث نطبق مفهوم الجودة باحترافية ومهنية. بصمة.